في قصة مكان اليوم في أحد مشاريع نماء المنورة التنموية، واللي يبدأ بالتدريب والتأهيل ثم الاحتضان والتمكين ليساهم في رفع نسبة توطين قطاع الهدايا التذكارية من خلال منتجات مصممة ومبتكرة تعكس الهوية الوطنية والثقافة الإسلامية. نتابع في سياق التقرير التالي ومن ثم نعود. هذا التقرير طبعا أعد لنا زميلنا عبد الله السلمي. معامل العينية أحد مشاريع نماء المنورة التنموية، والتي يتم فيها تدريب سيدات المدينة المنورة على الحرف اليدوية المختلفة. معامل العينية هي أحد مبادرات نماء المنورة بدعم وتمويل بنك التنمية الاجتماعية وتشغيل نماء المنورة. طبعاً تعتبر العينية منظومة متكاملة من حيث التدريب والاحتضان انتهاءً بمنافذ البيع. طبعاً عندنا في التدريب بداية الحمد لله حققنا أكثر من 900 سيدة في التدريب في مجالات التدريب، وهي 8 مجالات اللي هي الخياطة والتطريز، الخشب، السعف، الخزف، الفنون بأنواعها والنمزجة. تخيلوا معي أنه 3000 سيدة يتم تدريبهم في معامل العينية على الحرف اليدوية المختلفة، وتمكينهم أيضاً من إنشاء مشاريعهم الخاصة وعرض منتجاتهم اللي تعكس هويتنا وثقافتنا السعودية. بداية المتدربات بيختاروا المسار المعين اللي هم بيمشوا فيه في بزنسهم الخاص أو في أعمالهم، بحيث أنهم ينتجوا منتجهم الخاص. عندنا هنا في المعمل، خاصة في معمل الخشب، ببدأ أعلمهم كيف عن الأجهزة الموجودة في المعمل، طريقة استخدامها، أنواع الخشب الموجود، وكيف أنهم هم يطلعوا منتج خشبي كامل متكامل بحيث أنه ينزل في السوق بهويتنا وتراثنا. التحقق بمعامل العينية أخذت دورة في الخشب، الدورة كانت مجانية عشان أصقل مواهبي في الخشب. عندهم منتجات، يعني عندهم أجهزة مرة جبارة، هذه واحدة أو أهم الأسباب اللي خلتني ألتحق بالمعمل. طبعاً في خدمات بتقدم لنا كأسر منتجة أو كحرفيين بمعنى أصح، تسقل مواهبنا في مجال العمل حقنا. مشروع تنموي يبدأ بالتدريب والتأهيل ثم الاحتضان والتمكين ليساهم في رفع نسبة توطين قطاع الهدايا التذكارية من خلال منتجات مصممة ومبتكرة تعكس الهوية الوطنية والثقافة الإسلامية. السعودية، عبد الله السلمي، المدينة. جميلة مثل هذه المشاريع اللي يكون فيها كثير من الخطوات تبدأ بالتأهيل وتنتهي بالتمكين. الأجمل منها كذلك هو إقبال الشباب على مثل هذا النوع من الأعمال، وهذا القطاع تحديدا اللي هو قطاع الهدايا التذكارية.